رحيل اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك متوقف على نتيجة المباراة؟ لا خالص. يعني ممكن لو مباراة الزمالك كسب يقول لك طب تكمل؟ لا، هو رحيل اللجنه او وجود اللجنه ما اعتقدش له علاقه خالص باللي بيحصل لفرقه الكوره او حاجه زي كده. انا اعتقد ان هو بطلان في تعيين اللجنه على ما حد على على على, على معرفتي يعني، لان المستشار مرتضى منصور كان عامل لائحه وكان قايل في اللائحه في حاله رحيل مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو موجود اللي هو كان الرئيس بتاعه ان يتعين 3 مستشارين. جت اللجنه الاولمبيه قالت اللائحه دي بطلة، فلما تقول اللائحه دي بطلة يبقى 3 مستشارين يبقى ما ينفعش ان هم يتعينوا. اعتقد زائد ان امبارح تقريبا عضو من اللجنه قال لك انا مستقيل، يعني ابراهيم عبد الله استقال امبارح. دي غريبه برضو شويه يعني، مش فاهم. تمام، وفي ترشيحات يمكن احنا انفردنا بالكلام ده، يعني ده الانفراد بجد، يعني ان في ترشيحات حسين لبيب وفي كان كابتن حازم امام وكان في. انت بتضحك ليه؟ لا ما خالص والله ابدا. ودكتور كمال درويش، يعني اسماء كتير، وايضا مهندس عمرو الجنايني. يعني انا من وجهه نظري كزملكاوي وعشيره الناس دي كلها، يمكن اقرب واحد وافيد واحد لنادي الزمالك الفتره دي ده لو هو يعني هيوافق يعني وهيفيد نادي الزمالك عمرو بيه الجنايني. يعني الراجل ده زملكاوي وراجل فاهم وراجل فير وراجل عارف كل كبيره وصغيره. بس حساباته ايه في الانتخابات؟ ده هو وهل لو دخل وادار اللجنه هل ده يمنعه من دخول الانتخابات؟ هي دي الحسابات. هي اللائحه بتقول كده؟ معرفش بقى انا. هو معرفش اللائحه بتقول ايه. يعني عن معرفتي الشخصيه بالراجل ده، الراجل ده ممكن يحب مصلحه نادي الزمالك على مصلحته الشخصيه، فلو اتعرض عليه اعتقد واتضغط عليه هيقدر يعني، مش هيقول لا، مش هيرفض نادي الزمالك يعني، وهيدوره كويس. بس دايما يختار الوقت المناسب، هو ده انسب وقت ان هو يقدر يمسك فيه الظروف. مش انسب وقت، هي ظروف، هو داخل يخدم. انا هخدم، بس انا في ظروف بتساعدني على النجاح وفي ظروف بتساعدني على الفشل. انا شايف الظروف دلوقتي في نادي الزمالك صعبه جدا. امال نجيب